أهلا بحضراتكم. بتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار الأمراض التنفسية، وحذر عدد من الخبراء الصحيين في أمريكا بأن المستشفيات باتت تتعرض لضغوط كبيرة بسبب انتشار 3 أمراض في وقت واحد. توقعت الهيئات الطبية الأمريكية أن تشهد المستشفيات في البلاد ازدحام خلال الشتاء بسبب ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية المعدية. المراكز الصحية في أمريكا أكدت استعدادها لمواجهة ما يطلق عليه التهديد الوبائي الثلاثي، واللي بيتمثل في الإنفلونزا وكورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. الموجات المبكرة من فيروس RSV والإنفلونزا بلغت ذروتها قبل العام الجديد، لكن خلال الأيام القليلة الماضية أصبحت المستشفيات الأمريكية بتشهد إشغال غير طبيعي. وأوضحت المؤسسات الطبية الأمريكية أن نسبة زيارات المرضى الخارجيين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي انخفضت. وقالت المؤسسات بلغت زيارة غرفة الطوارئ الأسبوعية لجميع الفيروسات الثلاثة مجتمعة ذروتها في أوائل ديسمبر الماضي. أما دخول كبار السن إلى غرف الطوارئ بسبب إصابتهم بأي من هذه الفيروسات فبلغت ذروتها في أواخر ذلك الشهر. على الرغم من أن الأوضاع الوبائية في الولايات المتحدة لا تبدو سيئة، لكن الشتاء لا يزال في بدايته، لذلك يحذر الخبراء من أن البلاد قد تشهد زيادات إضافية في الإصابات بأي من هذه الفيروسات في الربيع المقبل. في هذا الإطار بيقول الخبراء أن الأمراض التنفسية تنتشر بالانتقال المباشر، وأن الولايات المتحدة عاشت ذروة الإصابة منذ حوالي 2 شهر، لكن بفضل التطعيم والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا قللت من انتشار الأمراض التنفسية المعدية. وفي الوقت نفسه حذر الخبراء من احتمالية أن نشهد ذروة ثانية محدودة في الشهر الثالث من هذا العام. خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين انتشرت الأمراض التنفسية وهي الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي بشكل متزامن في الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها قالت وزارة الصحة الأمريكية أن الضغط على المستشفيات قوي، وتحديدا أقوى في الولايات الشمالية الشرقية وفي ولاية واشنطن شمال غرب البلاد، وأقروا بوجود لقاحات لاثنين من الفيروسات الثلاثة المعنية، مؤكدين أن التطعيم هو أفضل دفاع للوقاية من الأنفلونزا وكورونا، ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي. لكن مجموعة فيروس فايزر الأمريكية كانت قد أعلنت عن نتائج إيجابية لتجربة سريرية قد تؤدي لتطوير لقاح في السنوات القادمة من أجل طبعا معالجة ومواجهة هذا الفيروس. على جانب آخر، وخلال الساعات الماضية كشف مركز السيطرة على الأمراض الوقائية منها الأمريكي CDC إن سلالة XBB.1.5 من متحور أوميكرون بتشكل ما يقرب من نصف حالات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC أن سلالة أوميكرون XBB.1.5 سريع الانتشار بيشكل ما يقرب من نصف حالات كورونا في أمريكا، مما يضعه على المسار الصحيح ليصبح المسيطر. وذكر المركز أن التقديرات تشير إلى أنه مسؤول عن 49.1% من حالات كورونا في البلاد في الأسبوع المنتهي في 21 يناير مقارنة بالأسبوع الماضي والتي كانت تبلغ 37.2%. يذكر أن المتغير الفرعي هو فرع من XBB وهو مزيج من متغيرين فرعيين آخرين هما أوميكرون، والذي اكتسب مكانة سريعة في الولايات المتحدة خاصة في الشمال الشرقي. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم 7. We'll be right back.